سلمى، يمكن من أهم خصائص رمضان هي إنه في وجبة سحور المساء على الساعة 3 تقريبا أو 2:30، بس يمكن الظروف الحياتية والتزامنا بالعمل، في كتير من الناس بتتكاسل ما بتلتزم بوجبة وهذا السحور. أكبر غلط. هيدا أكبر غلط. قديش فعلا وجبة السحور مهمة خلال شهر رمضان المبارك، لأنه يمكن هي السنة من أطول السنوات ساعات الصيام في الوطن العربي، بيفقد الجسم كتير من السوائل. أهمية وجبة السحور، آثار السلبية على عدم الالتزام بهي الوجبة، رح نحكي عنها أكثر مع أخصائية التغذية الدكتورة لما بنورة. يسعد صباحك، كل عام وانتي بخير. وانتي بألف خير نور، وأنا كمان اشتقت لكم كتير. يسعد صباحك، وصباحك وسهلا فيكي، رمضان كريم، ينعاد عليكم يا ينعاد رب، عليك وعلى الشعب السوري كله يا رب. آمين. خلينا نبلش ونحكي مثل ما قالت نور، وجبة السحور في كتير ناس ما بتفيق، ما بتقدر تفيق بالليل، بتقول أنا إذا فقت ما عاد أعرف كمل نومي، فبتستغنى عن وجبة السحور. شو بيصير بالجسم لما بيستغني عن وجبة السحور بفترة الصيام الطويلة؟ تمام، كتير كتير مهم السؤال، لأنه كتير في أشخاص فعلا بيقفوا وجبة السحور. إذا نحن قررنا إنه ما ناخذ وجبة سحور، يعني سكر بالدم اللي هو المفروض يكون معتدل وواحد ومتعارف عليه بين 70 لل 110، رح تقل. قل السكر معناتها قلت الطاقة، قلت الطاقة معناتها صار عندنا خمول وتعب، وما رح فينا نقوم بأعمالنا اليومية باليوم اللي بعده، يعني بعد ما نفيق. إذا نحن قررنا ما ناخذ وجبة السحور، عم نعتمد فقط على وجبة الإفطار، رح نزيد وزننا. والعالم بتقول انه كيف رح يزيد وزننا؟ لانه نحن اعتمادنا على وجبه واحده، بيقوم الجسم شو بيقول؟ هيدا الشخص ما رح يعطيني أكثر. تماما ما رح يعطيني غير هدول هالمصدر من الطاقه، انا خليني احتفظ فيه لوظائفي الداخليه، للقلب يضل شغال، الكلاوي تضل شغاله، الجهاز الهضمي الى اخره، فبيقوم بيتكدس كدهون. مشان هيك انا على طول بنصح انه لا، خلينا ناخذ وجبات متعدده وصغيره، ما ضروري وجبه واحده ونقرر انه نحن رح ننحف، اكيد ما رح ننحف. إذا قررنا ما ناخذ وجبة السحور، معناتها رح نوصل لوجبة الإفطار، رح يعني نبطل نطلع على النوعية، رح ناكل كميات هائلة. كمان هذا الشيء رح بيعملنا تلبك معوي، رح يعني خلينا نتفادى كثير شغلات نحن بغنى عنها، وبناكل شغلات شو ما طلع قدامنا، فما عم نركز هون على النوعية وما عم نفكر شو عم ناكل. إذا قررنا ما ناخذ وجبة السحور، معناتها ما رح آخذ الكمية السوائل اللي أنا مقررة لازم آخذها بهذا الوقت. صار عندي تشفاف، صار عندي عطش، وإذا فوقها ما عم باخذ، إذا قررت ما آخذ وجبة السحور ما عم باخذ الألياف اللي مخصصة لهي الوجبة، رح يصير كمان ما في سوائل، تشفاف، ما في ألياف، وصلني للإمساك. تمام. إذا قررت ما أخذ وجبة السحور، رح بتضعف عندي أجهزتي كلها بما فيها جهاز المناعة، لأنه جهاز المناعة بيعتمد، يعني البروتين هو المادة الأولية اللي بيعمل منها الجيش تبعه، خلايا البيض، الأجسام المضادة إلى آخره. فنحن عم تضعف عنا جهاز المناعة، بالتالي رح نتعرض للإصابة بأمراض كتير. كمان نحن بغنى عنا، يعني خلينا نقضي هذا الشهر بفرح وبسلام وبصحة، ليش بدي أنا أخذ قرار اندم عليه بنهاية هذا الشهر من أمراض ومن زيادة وزن وتشفاف وإمساك؟ طيب قبل ما نكفي حديثنا معك دكتورة، خلينا نتابع المادة عن وجبة السحور ونرجع نتابع حديثنا. لوجبة السحور أهمية كبيرة في شهر رمضان المبارك، فهي تشحنك بالطاقة اللازمة ليومك بعد تناولها بمكونات صحية. لكن في المقابل، قد يفضل الكثير من الأشخاص الصوم دون الالتزام بوجبة السحور رغبة باكتساب ساعات من النوم. إهمال وجبة السحور غير مستحب خلال شهر رمضان، كما أنه قد يشكل خطراً على الصحة، لأن ذلك يتسبب في عدة مشاكل صحية أهمها الجفاف، فإن عدم تناول كمية كافية من السوائل أثناء ساعات الإفطار وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء والتي تبقي الجسم رطباً أثناء النهار. نقص الطاقة، وجبة السحور تعطيك مخزون الطاقة للقيام بأعمالك في نهار الصيام، وعدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعيقك عن أداء مهامك. سوء التغذية، تناول وجبة واحدة فقط في اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر الهامة
قبل صيام اليوم التالي. زيادة الوزن فتناول الطعام يساعد على عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون ما يؤدي لزيادة الوزن. الإمساك، فقلة الأكل تؤدي إلى اضطراب في حركة الأمعاء مما قد يتسبب في هذه الحالة. أخذ لبن. يعني مثل ما تابعنا ممكن يكون في كتير خليني أقول عادات صحية ممكن من تنقلب هيك برمضان فبتصير أخطاء شائعة الناس بتعملها وقت الصوم. خلينا نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة اللي الناس بتعملها وهي صايمة وهي بتأثر على صحة الإنسان بشكل عام، بدل ما يستفيد من صومه وتصحه وبيقوم بيصير معه مشاكل تانية. تمام. أنا حابة أحكي أو أجمع هذا السؤال إنه أقول أخطاء شائعة وشو النصائح الذهبية اللي لازم نحن نعتمدها بفترة الصيام، وخصوصا فيما يخص وجبة السحور. هذا كنا نحكي تحت الهواء. تمام. ما كثير. ما راح فيها ما راح. العالم تلاقيها ملتزمة فعليا. تمام. هلأ نور، كنتي أنت عم بتقولي مثلا إنه أخذتي وجبة الإفطار وما بقى أكلتي وما بقى تسحرتي. هاي أخطاء شائعة. مو أنا. هاي من الأخطاء الشائعة. أو مثلا سلمى كانت عم بتقول إنه هي بس بتشرب مي. طيب هلأ في أشخاص كتير إنه بيقولوا وجبة السحور إجيت أنا لازم أشرب كمية مي كبيرة لأحمي حالي من نهار طويل من الصيام وما أعطش فيه. كتير كتير هذا الخطأ شائع. ليه؟ لأنه تركيز الدم بمحتوياته بيكون في يعني مركز بطريقه معينه، اذا انا بدي زيد عليه سوائل معناتها تمدد، الجسم ما معود هيك، الجسم بده يتخلص من كل شيء زائد ليرجع يحافظ على التوازن تبعه. كيف بيتخلص من الاشياء الزائده؟ هو انه بيطرحها عن طريق البول كلاوي بتهتم بهذا المطرح تماما. فانا يعني هالسوائل اللي انا مفكره حالي عم بحمي حالي فيها لحتى ما اعطش، لا بالعكس صرفتها قبل ما حتى يبلش نهار الصوم. من الأخطاء الشائعة أنه نحن كتير كتير بنعتمد على الشاي والقهوة ومصادر الكافيين. صح هنن سوائل مظبوط، ولكن تصنف كسوائل مدرة للبول. إيه بس هيك بدي أسألك عنها، لأنه في كتير من الناس وأنا منهم ما بحب المي، يعني ما بقدر أنا أشرب مي، فبحاول عوض يعني بشرب بس ما بشرب الكمية المعقولة، يعني أنه ممكن أشرب كاسة كاسة وإذا قدرت كاسة ونص خلال النهار، بس في تعويض بحاول عوضها بس من خلال سوائل أخرى. هذا ما بيعطي تعويض بسيط يعني ما فينا نلغي. سؤالك كتير حلو نور، لأنه كتير كتير في أشخاص فعلا ما بيحبوا المي. المي فينا نغير له نكهته. كيف؟ عرق نعنع، ترانشت بردقان، عملنا يعني هو انت فكري فيه كعصير ما بقى تفكري فيه كمي، لانه عم تاخدي عم تاخدي غير نكهه. الكوكتيلات مي، الشوربه مي، السوائل يعني السخنه 100% 100% سخنه بس ما عدا الشاي والقهوه. تمام. هلا الشاي انا اذا بدي اخده، لانه كنا نحن شعب السوري كثير بنعشق الشاي، باخده بعد الافطار بساعتين ضروري ساعتين، لانه اكثر من مره ياثر على الاكل عشان ما يعني ما ياثر على امتصاص المعادن، واهم شيء فيها الحديد. تمام. وخصوصا للاشخاص، لانه مرق بالتقرير قبل شوي اللي عندهم فقر دم، كانت التقرير عم صحيح. بيقول انه كيف التعويض، تعويض انه يعني نوع من انواع الحمايه هو انه ما اخذ شاي. بدي اخذ شاي قبل الاكل بساعه، ممنوع اثناء الاكل، بعد الاكل بساعتين. هي بالنسبه للمصادر اللي فيها كافيين، هي صح سوائل نور ولكن سوائل مدره للبول، فانا اذا بدي اخذها عند السحور او قبل السحور بشوي عم ضر حالي انا يعني بدي اعطش. تمام. من الاخطاء الشائعه نحن بناكل حلويات كثير، بناكل بزورات مالحه، بناكل تشيبسات، اطعمه جاهزه، هي كل مخللات هي كلها فيها املاح. الاملاح معناتها انا عطشتني، لا ما بدي اياها. البصل والثوم بيعطش، الخل بيعطش، ما بدي اياها. خليني هاي منكهات. هلا في ناس لكن انا ما كثير بحط توابل، بس اساسي عندي البصل الحامض والثوم والحامض. طيب تمام. هدول كمان ما بيأثروا، يعني مثلا لبن بدهم يعملوا لبن بخيار بدهم يحطوا ثوم. هلا بنحكي عن اهميه اللبن بالخيار. فيني يعني
هلا اذا بدي اخذها على وجبه السحور، انا نصيحتي لهم هن بعدين كل واحد بده يعني حسب ذوقه حسب شو بيحب وحسب اذا قادر يتحمل هالضغط العطش تبعه. بس انا بالنسبه لي كنصيحه لا، ببتعد عنهم بوقت السحور. على الافطار ما في مشكله، على السحور لا، مشان العطش. تمام. من الاخطاء الشائعه كمان انه باكل بعتمد على الفواكه والحلويات. على السحور انا بفضل اعتمد اكثر على الخضره، الحلو كمان بيعطش. ما عدا هلا الموزه ظريفه كثير 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 ظريفه هي وكاسه اللبن على السحور. حابه اقول كمان نصائح ذهبيه بالنسبه هذا اللي بدنا بنحاول نختم فيه لانه وقتنا خلص. اهم النصائح الذهبيه لكل اللي عم يتابعونا. تمام. خصوصا بما يتعلق بشهر رمضان لانه كثير في من الاخطاء. تمام. الشائعه وعدم الالتزام بشكل مستمر، وعم نحكي عن اللبن وبعض القصص المهمه فعلا بتمنحنا طاقه خلال النهار. اول شيء ما اعتبر انا السحور وجبه عشاء ونام، لا، اخذ السحور بوقته، يعني قبل صلاه الفجر بعطي حالي شوي لورا وقت باخذ وجبه السحور. وجبه السحور بدها تكون لقيمات، خليها تعتمد على الاجبان والالبان. كاسه اللبن كثير اساسيه مع الخيار، او فيني احط لها شويه بزر كتان لتعطيني اوميجا 3. الخيار من من الخضار اللي هي مليانه مي، يعني 98% منها مي. البطيخ كثير فيني اعتمده. اعتمد على المصادر اللي فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم هي موجود معدن الوحيد الموجود بكافه الاطعمه، ولكن اكثر شيء بيتركز بالفواكه والخضره. خليني اعتمد نقي الخضره هون عند فتره السحور اكثر من الفواكه. فيني اخذ فواكه بس اختار الخضار منها اكثر، لانه البوتاسيوم بيحميني من العطش. ولمرضى الضغط كثير اساسي اعتمد، خليني ادخل بوجبه السحور الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء فيها معدن نادر اسمه سيليكون، هو بيساعد على تقوية العظم وبيعطيني صبر على العطش. كثير اساسي، يعني دخله اما بعد الافطار او على السحور. انا نصيحتي يدخل على السحور. وابتعد مثل ما قلنا على الحلويات، الاشياء الجاهزه، المخللات اللي بتعطش. ان شاء الله كلها طيبه. ان شاء الله يا رب. الناس يعني نحن هيك بدايه هذا الشهر، لسه معنا وقت طويل لحتى نظبط امورنا. بنتمنى كل الناس تكون استفادت من هالمعلومات. شكرا لك دكتوره. شكرا لك. بنشكرك اخصائيه التغذيه الدكتوره لما بنور على وجودك معنا. خلص وقتنا، بس اكيد عندنا كثير من المحطات خلال شهر رمضان لنحكي عن كثير من الفوائد والنصائح المهمه. شكرا كثير لك.